رسالة لكل إخواتي البنات وكل بناتي وكل بنوتة في الدنيا، اوعي يخدعك بكلمة حلوة وتبعيله أغلى ما عندك. عشان إيه؟ حب مزيف؟ هدية؟ عيد حب بقى جاي وعيد مش عارف إيه؟ اللي بيحبك صح هتلاقيه بخبط على الباب كده ويقول له اعمل حاجة، أنا عاوز القمر اللي عندك دي، أنا عاوز البنوتة الحلوة دي. ليه؟ لأن هو داخل من الباب مش داخل من الشباك، ولو كان غير كده فعرف له بيشتغلك وبيلعب بيكي وهيرميكي في الآخر. اوعد في يوم من الأيام هيقولك آه لا بس أنا مستني ما أخلص، لا مستني ما أعمل كذا، وفي الآخر يشوف غيرك أو يصنع أي حاجة علشان يرميكي. فعشان كده مش هتندمي إلا بعد فوات الأوان، ساعتها مش هينفع الندم أبدا. دي رسالة لكل بنت ونصيحة لوجه الله من اللي أنا بشوفه واللي أنا بسمعه في كل يوم. طلبة كتير جدا بتقع في نفس الحب المزيف تحت ستار هتجوزك، والله لو مشى معاكي ما هو متجوزك، والله لو عمل ايه ما هيتجوزك، لان هيشك فيك بعد كده. واعرفي دي وانت الوحيده اللي هتندمي. ياما ناس كتير اتجوزت في المركز، ياما ناس كتير جدا اتضحك عليها وفي الاخر راح شرفها. فياريت دي تكون نصيحه لوجه الله، وياريت كلنا ننشرها عشان كله استفاد. اوعي توقعي، خلي بالك من نفسك، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يقدر يضحك على بنات الناس. سلام.